تحية رياضية طيبة وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج سكورزي. أخبارنا اليوم معظمها حنحكي فيها عن البطولات الأوروبية ودوري أبطال أوروبا وشوي عن كأس العالم. بس قبل ما نتطرق للبطولات الأوروبية ونحكي عن كرة الشامبيونز ليج، بدي أحكي عن إخفاق جديد. بدي أحكي عن شبه مهزلة صار. منتخب اللبنان الأولمبي تحت 23 سنة عم بيوضع بطولة غرب آسيا من الدور الأول بعد ما تعادل مع المنتخب القطري وكان عم يخسر قدام المنتخب العماني بنتيجة 4-2. يعني بكرة القدم اللبنانية نحن لوين رايحين؟ لوين رايحين؟ ملعب المدينة الرياضية اتحاد كرة السلة ب 13 يوم كان عم يشتغل عليه وكان عم بيزبطه، واليوم في مباراة للمنتخب اللبناني على هيدا الملعب. أما بالنسبة لكرة القدم، الملعب له أكثر من 2.5 سنين وما حدا عم بيحرك ساكن ليشتغل عليه. لوين بكون توصلونا بكرة القدم اللبنانية ونحن عنا كأس آسيا؟ عنا كأس آسيا يا جماعة، بدنا نلعب مع المنتخب القطري والمنتخب الكوري والياباني والإيراني والأسترالي، والمنتخبات أهل لكأس العالم، والمنتخبات إمكانياتهم أحسن من إمكانياتنا. ليش بده يصير فينا هيك؟ يا عمي ما قادرين نتكملوا، تركوا الكراسي لحدا غيركم، لأنه نحن كإعلامية كصحافي كعشاق لكرة القدم اللبنانية بدنا منتخبنا اللبناني نشوفه بالعالي، بدنا منتخبنا اللبناني يكون عم بيقدم فوتبول. بس بهيدي الطريقة نحن عم نتراجع لورا، مش عم نقدم لقدام. وحضل أحكي بكل حلقة حضل اتطرق لهذا الموضوع، على أمل أنه كرة القدم اللبنانية ترجع بأبهى حلة، لأنه عنا أمل باللعيبة وعنا أمل إن شاء الله لقدام نشوف منتخبنا اللبناني بالمراكز العالية. هيدي بالنسبة لكرة القدم اللبنانية. بدنا ننتقل هلأ لكرة القدم الأوروبية ونحكي عن كرة الشامبيونز ليج. بالنسبة للدور 16 من دوري أبطال أوروبا، صحبة النهار التنين القرعة أسفرت المباريات عن لقاءين كمي. اللقاء الأول بيجمع بين ريال مدريد وليفربول. هذا اللقاء صار مكرر بالسنوات الأخيرة أكثر من مرة، وريال مدريد بأكثر من مناسبة بمباريتين نهائيتين قدر يحسم المباراة. أول مرة كان عم يربح 3-1 ومرة كان عم يربح 1-0. فليفربول بهيدا الماتش مع مدرب يورجن كلوب بده يحاول يرد الاعتبار، بده يحاول يكون له كلمة، خصوصا أن المباراة حتكون بشهر شباط. فهلأ مثل ما الكل بيعرف في كأس عالم، في استعدادات الفرق، في ميركاتو شتوي. فليفربول لحتى يقدر يربح ريال مدريد بده يكون عم بيدعم حاله، بلس انه ريال مدريد لحتى يضل بالقمة مفروض بشهر يناير يتم يكون بتعاقد مع لعيبة مع مهاجم، لانه حتى خط الدفاع ريال مدريد هيدي السنة ابدا ابدا ما بيطمن. اما مباراة القمة الثانية فحتكون عم تجمع بين بايرن ميونخ باريس سان جيرمان، مباراة اعادة لنهائي قبل 4 سنين حينما بايرن ميونخ قدر يفوز على باريس سان جيرمان بهدف لكومن. باريس سان جيرمان بهيدي المباراة بده يحاول يثبت علو قدمه، وبده يحاول يكون له دور، وبده يحاول يتأهل للدور 8، وبده يحاول يخلص من العقدة انه باريس سان جيرمان ما عم يقدر يربح دوري ابطال اوروبا. اما بايرن ميونخ بخبرة لعيبته وبالاداء اللي كان عم بيقدمه بدور المجموعات، خصوصا انه كان واقع بمجموعة حديدية مع برشلونة والانتر قدر يتصدر بالعلامة الكاملة، فبايرن ميونخ انا برأيي حظوظه اكثر انه يتأهل. خلينا نحكي شوي عن أهم المباريات وأعطيكم رأيي بكل مباراة. أكيد هذا رأيي وكل شيء قابل للنقاش وكل شيء قابل للتغير، لأنه في كأس عالم والمباريات مثل ما قلت لكم بشهر شباط. أول شيء ميلان بيلعب مع توتنهام بمباراة متكافئة. كونتي عم يرجع يواجه فريق إيطالي بعد ما كان عم بيدرب كونتي الإنتر واليوفي، حاليا عم بيدرب توتنهام وعم بيواجه بالميلان بمباراة أنا برشح توتنهام 60% وميلان 40%. باريس سان جيرمان بيلعب مع بايرن ميونخ، انا برشح البايرن يتأهل، واكيد كله قابل للتغير وكله قابل للنقاش. بمباراه ثانيه بروج فريق المفاجاه بيلعب مع بنفيكا يلي سرق الصداره من باريس سان جيرمان، وبنفيكا حظوظه اكبر بالتأهل. دورتموند بيلعب مع تشيلسي بمباراه تشيلسي فيها ما حيكون دورتموند خصم سهل، وانا بعتقد اذا ضل تشيلسي بهيدا المستوى وبيناير ما حسن حاله دورتموند حيكون له كلمه وحيتأهل. ليفربول بيلعب مع ريال مدريد بمباراة صراحة نظرا للمستوى اللي عم بيقدموه الفريقين بعض الكفة 50-50.
فرانكفورت بيلعب مع نابولي، نابولي اللي عم بيقدم اجمل كره قدم باوروبا، ما المفروض نابولي يلاقي صعوبه بهيدي المباراه. لايبزيغ بيلعب مع مانشستر سيتي، مباراه مفروض على ابناء جوارديولا يستغلوها ويقدروا يتاهلوا بدون اي صعوبه. باخر المباريات انتر خبره لوتارو لوكاكو وتزيكو بيلعب مع بورتو، فريق الهجومي، فريق اللي يمتلك حارس مرمى رائع. بمباراه الانتر بسبب الخبره ممكن يتاهل على بورتو، وبرجع لكم كل شيء قابل للتغير نظرا لبعد كاس العالم والاستعدادات اللي حتصيروا لشهر يناير واداء الانديه بالدوري قبل دوري ابطال اوروبا. هيدا بالنسبه للتشامبيونز ليج ورايي بالقرعه وبالمباريات. اما بالنسبه لليوروبا ليج، باهم المباريات برشلونه عم بيواجه مان يونايتد بمباراه باعتقادي ما حدا يمكن 2% او 3% توقع تصير هيدي المباراه. مباراه حتكون متكافئه بين الفريقين. برشلونه عم بيقدم مستوى جيد بالليغا وعم يقدر يتصدر على ريال مدريد وعم يقدر يعرف كيف يربح. مانشستر يونايتد مره بنشوفه فوق مره بنشوفه تحت. كريستيانو رونالدو بعد ما فات بالتشكيله مزبوط مع اليونايتد. تيم هاج مفروض يغير اكثر بالتشكيله، مفروض يتعاطى مع اللعيبه بطريقه ثانيه. برشلونه مع ليفاندوفسكي وغابي وديمبلي وبيدري عم بيقدم، عم يقدر عم يعرف كيف يسرق المباريات، عم يعرف كيف يخطف المباريات، وهذا المطلوب منه. خروجه من دوري الابطال يمكن يكون اعطاه حافز ليقدر يروح بعيد بالدوري ويروح بعيد بالدوري الاوروبي، والفوز بالدوري الاوروبي كثير 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 مهم لبرشلونه ولتشافي، حتى الفوز بالدوري كمان حيكون كثير مهم. مين حيربح؟ الجواب بفبراير اكيد. بباقي المباريات شختر بيلعب مع رين، اياكس بيلعب مع يونيون برلين مباراة حلوة، سالزبورغ بيلعب مع روما، جوفانتوس بيلعب مع نونت، سبورتينج لشبونة بيلعب مع ميشيلاند، ليفركوزن بيلعب مع موناكو، واشبيليا بيلعب مع ايندهوفن. اما باهم مباريات دوري المؤتمر الاوروبي، اهم المباريات سبورتينج براغا بيلعب مع فيورنتينا، ولاسيو بيلعب مع سراييفو. هذا كان ابرز شيء بالنسبه لكره الدوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي ودوري المؤتمر الاوروبي. باخذ بريك صغير وبرجع لحتى نحكي عن ترتيب الدوريات. عوده مجددا لمتابعه برنامج سكورزي، انا محمد هاشم على التقديم ونادر حشاش على الاخراج. بنتابع استعراضنا هلا للبطولات الاوروبيه، بنوصل لنحكي عن الترتيب. بس قبل الترتيب بدي احكي شوي عن كاس العالم، عن ابرز الاخبار، عن ابرز الاحداث. لاعب الكوري نجم توتنهام وونغ مينغ سون اعلن انه حيلتحق ببعثه المنتخب الكوري وحيكون مشارك بكاس العالم. الكل اللي عم يسال عن سيدو ماني انا برايي حيكون موجود بكاس العالم وحيكون عم يلعب كمان، بس يمكن بحاجه لراحه. بالنسبه للوكاكو، اليوم المدرب منتخب بلجيكا روبرتو مارتينيز استدعاه للاحقه، وقبل بكم يوم كان عم بيقول انه في حال لوكاكو ما كان جاهز للثلاث مباريات ما حنستدعيه، فبظن لوكاكو يقدر يلحق ويقدر يلعب. اصابه كوتينيو، خلاص حيغيب كوتينيو عن كاس العالم. فاران، رافائيل فاران اكيد من الصعب انه ما بعرف اذا حنشوفه ولا لا مشارك ولا لا. بالنسبه لباقي اللعيبه كمان نشوف الاصابات، وهلا بعد في قص جوله من الدوري الايطالي وفي جوله من الدوري الانجليزي على امل انه ما يتعرض اللعيبه لاصابات. كاس العالم صراحه اللي صوته قطر شيء اعجازي، شيء اكثر من رائع، بس انا برايي توقيته كان شوي غلط نظرا للكم الهائل من المباريات. اذا بنلاحظ هيدا الاسبوع الدوريات حيتوقفوا، اسبوع الجاي كاس العالم، يعني المنتخبات لينخرطوا اللعيبه مع بعض بدهم اقل شيء 15 يوم، اقل شيء بدهم 15 يوم 20 يوم، وما بدنا ننسى انه 3 4 5 كمان في مباريات وديه للمنتخبات. طب اللاعب وين بده يرتاح؟ اللاعب بده يروح على جو جديد، على بيئه جديده. يعني اللي سوته قطر اكثر من ممتاز، اكثر من رائع، ولكن قد ايه حتكون المنافسه بكاس العالم قويه؟ هذا الشيء مرهون باللعيبه، لانه بالنهايه اللعيبه منهم مكانات، منهم اداه، يعني حرام حقهم يرتاحوا. والاصعب من هيك انه بعد كاس العالم مباشره اللعيبه حيرتاحوا 12 يوم، في لعيبه مش حيرتاحوا ابدا مثل الدوري الانجليزي، دغري حيرجعوا ينخرطوا مع فرقهم، يعني وين بده يرتاح اللاعب؟ هذا بالنسبه لكاس العالم. خلينا هلا بسرعه قبل ما يقتلني المخرج ننتقل نحكي عن الاسبوع ال14 من الدوري الانجليزي والترتيب. ارسنال عم يتصدر، ارسنال كان عم يفوز مباراه القمه على تشيلسي بنتيجه 1-0 مع 34 نقطه، مانشستر سيتي بالمركز الثاني مع 32 نقطه، نيوكاسل فريق المفاجاه،
الفريق اللي عم يشتغل صح انا برايي مع 27 نقطه، الرابع توتنهام اللي كان عم يخسر من ليفربول مع 26 نقطه، الخامس مانشستر يونايتد مع 23 نقطه، السادس برايتون مع 21 نقطه، لاحظوا مين سابع، تشيلسي سابع 21 نقطه، والثامن ليفربول مع 19 نقطه. يعني الدوري الانجليزي في من فرق مثل تشيلسي وليفربول وحتى اليونايتد ممكن نشوفهم خارج دوري ابطال اوروبا السنه الماضيه السنه القادمه. طيب الاسبوع ال14 للدوري الاسباني الليغا، برشلونه ب10 لعيبه كان عم يربح على اساسونا 2-1 بهدف اكثر من رائع لرافينيا بتمريره ديونغ مثل ما الكل بيعرف مع 37 نقطه، ريال مدريد مع 32 نقطه، انما اليوم عنده مباراه ريال مدريد مع قادش الساعه 10. ريال مدريد نهار الثاني كان عم يخسر 3-2 بمباراة كتير 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 حلوة. بالمركز الثالث عنا ريال سوسيداد معه 26 نقطة، الرابع أتلتيكو بالباو معه 24 نقطة، الخامس بيتيس معه 24 نقطة، والسادس أتلتيكو مدريد معه 24 نقطة. أتلتيكو مدريد امبارح كان عم يخسر من مايوركا 1-0، أنا برأيي أتلتيكو مدريد خلص ابتعد عن المنافسة. ريال مدريد كان عم يخسر من رايو فاليكانو 3-2، رايو فاليكانو اللي قدم يمكن أجمل مباراة بتاريخه. ننتقل للاسبوع ال 14 من الدوري الايطالي الكالتشيو، نابولي عم يتصدر معه 38 نقطة، الثاني ميلان 30 نقطة، الثالث لاتسيو مع 27 نقطة، الرابع الانتر مع 27 نقطة، الخامس اتلانتا مع 27 نقطة، السادس روما مع 26 نقطة، السابع جوفنتوس مع 25 نقطة، الأحد كان في مباراة القمة كانت رح تجمع بين الإنتر واليوفي، اليوفي قدر يربح على الإنتر 2-0، امبارح الإنتر قدر يرد اعتباره، قدر يسقر من بولونيا وينطق يمكن عم يفوز 6-1، روما كان عم يتعثر وأتلانتا كان عم يتعثر، اليوم جوفنتوس في حال فوزه على فيرونا الساعة 7:30 بيقفز للمركز الرابع. طيب بالنسبة للأسبوع ال 14 من الدوري الألماني، بايرن ميونخ قبل بثلاث اربع جولات كان مبتعد عن الصداره بفارق اربع نقط تقريبا، حاليا لاحظ الترتيب، باير اول مع 31 نقطه ويونيون برلين مع 27 نقطه، يعني بايرن ميونخ متجه دون اي صعوبه لحتى يرجع يحتفظ بالدوري الالماني، الثالث فرايبورغ معه 27 نقطه، الرابع فرانكفورت مع 26 نقطه، الخامس لايبزيغ مع 25 نقطه، والسادس دورتموند مع 25 نقطه. دورتموند هذا الاسبوع كان عم يخسر، دورتموند مستوياته كتير 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 متذبذبه وما عم بيقدم مباريات اللي بتليق فيه. طيب بالنسبه للاسبوع ال14 من الدوري الفرنسي الليغ ان، اول باريس سان جيرمان يلي انا بالنسبه لإلي بقول مبروك لعشاقه يلي احرزوا اللقب خلاص، الثاني لونس معه 33 نقطة، الثالث رين معه 28 نقطة، الرابع مارسيليا معه 27 نقطة، الخامس موناكو معه 27 نقطة، السادس لاريا معه 27 نقطة، والثامن اليوم معه 20 نقطة. مارسيليا بهذا الأسبوع كان عم يحسم القمة وكان عم بيفوز على اليوم بنتيجة 1-0. هذا بالنسبة لكل استعراضنا للبطولات الأوروبية. قبل ما نختم بدنا نذكر بنتائج الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية بأبرز النتائج. بهذا الدور كنا عم نشهد خروج الارسنال، تشيلسي، توتنهام، وليفربول باخر لحظه كاد يخرج لولا تالق الحارس ولولا ركلات الترجيح اللي ما ابتسمت لديربي كاونتي. خلينا نستعرض ابرز النتائج، فوز ليستر 3-0 على نيوبورت، خساره ايفرتون 4-1 من بورنموث، فوز ولفرهامبتون 1-0 على ليدز، خساره توتنهام 2-0 من نوتنغهام فورست، فوز برايتون 3-1 على الارسنال، فوز ليفربول بركلات الترجيح 3-2 على ديربي كاونتي، ديربي كاونتي هو اللي ضيع المباراة صراحة، فوز مانشستر سيتي على تشيلسي نتيجة 2-0، وبهيدي المباراة مانشستر سيتي ما كان عم يلاقي أي صعوبة، صراحة تشيلسي لازم نعمل له حلقة خاصة لأنه تشيلسي مع جراهام بوتر حتى ما عم بيكون بالمستوى المطلوب. أنا برأيي تشيلسي من بعد فرانك لامبارد وديديه دروكبا ومايكل إسيان وجون أوبي ميكل ما بيجي. فوز بلاكبرن كمان بركلات الترجيح 10-9 على وستهام بمباراة ماراثونية، فوز نيوكاسل 3-2 كمان بركلات الترجيح على كريستال بالاس، واليوم الساعة 10 مانشستر يونايتد بيلعب مع استون فيلا. بدنا نذكر انه هذا الاسبوع في كأس اسبانيا، في دوري ايطالي، في دوري فرنسي، وفي دوري انجليزي، بتوقف الدوريات افساحا بالمجال لبداية كأس العالم الاسبوع القادم يلي كلنا ناطرينه. هيدا كان كل اخبارنا بهذا الاسبوع، كان معكم محمد هاشم على التقديم ونادر حشاش على الاخراج، برجع بشوفكم بحلقه قادمه مع مفاجاه انطروها، الى اللقاء.